استهدفت الآن طائرات النظام منازل المدنيين في حي القابون. كما نرى هنا المنازل مدمرة بشكل كامل بسبب غارات النظام على الحي. النظام يواصل تصعيده بشكل يومي على الحي بمختلف أنواع الأسلحة من طيران حربي وصواريخ فيل وصواريخ أرض، يعني مختلف أنواع الأسلحة يقصد بها النظام هذا الحي الصغير الذي لا تتجاوز مساحته الواحد كيلومتر.